مريض ابوي احنا، ودونا الدولة شوفوني ودونا، هو همين ما يريدنا. البارحة بالليل رحنا المحكمة قل ما ريتهم. مثل هيش أطفال معرضين إلى المتاجرة بالبشر. ثلاث أطفال يعيشون مع والدهم، يعني انفصل عن والدتهم. هذول يعملون من الصباح حتى الليل حتى يسلمون والدهم ما جمعوا بنهاية اليوم. الأب حسب ما يتحدثون الأطفال يتحدثون عن تعنيف بشكل مستمر وعنيف جدا ضد هؤلاء الأطفال، وصل إلى حد يعني ضرب رأس أحد أبنائه بزجاج النافذة وترك آثار جروح على جبين هذا الطفل. يعني حاليا الأطفال تركوا والدهم ويعيشون مع شخص بشكل مؤقت وفقا لقرار قاضي، يعني حتى يتم تأمين مكان مناسب لهم، علما أنه الأب يعمل في أحد المعامل وتم إنهاء خدماته بسبب السرقة. طبعا هذا المثال على تعرض الأطفال للتعنيف، ولكن هل يعني نحن بحاجة إلى قانون حماية الطفل؟ إذن خلينا نشوف هذا التقرير. يا أبويا يكتبها ويطردها بالشوال، ويطير يا أبويا يطير يا أبويا يكتبها، وعلى نفس الحالة صار فوق 3 شهور. إحنا بهالعمر ونشتغل. رجع ساعة يمكن بثمانية بالليل، رجعت كتبني زبنا حط راسي بالجامع نوب أخواني زبنا رجع بالبلوكة، وذاك كاتلة بتشو بغتايا ومبيع لها نفس الحالة نفس الحالة يقتل بينا. ناس الجسول مش الشكاية عالية، وهذا هسه احنا بايتين ببيت محمد، بايت يا محمد، والشكاية عالية. القاضي قال ان لما رفض دعوتهم خليهم يمه يمه شو اسمه محمد. وابكم يريدكم؟ لا ابوي ما يريدنا، هو باحة احنا لسه نطفل بالليل. خابر اليوم هذا قدام الشرطة قال باريتهم، انا ما اريدهم. كنا ويا محمد خدنا محمد يصيح بالتليفون ماريتهم. ابوي نطيل فلوس كل يوم يقتل بينا، نرجع من الشغل نطيل فلوس لا عمل ولا شغل، نجيب له اكل للبيت وكل يوم يقتل بينا على هاي الحاله. هذا محمد جرنا من امر القاضي قال خليهم يمك لما تخلص مالتهم وبعد يشوفون يروحون على هاي الحاله. جد عمركم شنو؟ هذا عمره 11، أنا عمري 11 وهذا عمره 7 سنوات. كل يومين يشتغل، نرجع الساعة بالسبعة بالليل، كل يومين يقتل بينا، نرجع كل يومين على هاي الحالة. وباق من المعمل وبطلوه، الشرطة اجوا وطبلوا السيطرة، اسمع الصوت، تاخذ محفظته هاي وشرد. بعد كل يومين هيك له يومين نكتل. لزمنا بالحديقة ثلاثنا بالكبل موتنا تموت. ما نريد أبوي إحنا، ودونا الدولة شوفين يودونا، هو همين ما يريدنا. البارحة بالليل رحنا المحكمة قل ما ريتهم. هذه الحالة هي عبارة عن 3 أطفال معنفين من قبل أبوهم اللي هو مطلق زوجته ويعيش بوحده، هو ووالدته وثلاث أطفال. يستغل الأطفال القاصرين للعمل على جلب له المال، ومن ثم يذهب بهذا المال لشراء له الطعام لنفسه وما يحتاجه، ويقوم بالضغط عليهم وضربهم وتعنيفهم إذا لم يأتوا بأي مبلغ من المال. هذه الحالة تعاني منها كثير من العوائل في المجتمع العراقي. المناشدة اللي ناشدها للجهات المسؤولة هي أن يكون هناك دار أو مؤسسة تدير أو تتابع الأطفال الذين يعنفون من قبل أهلهم لفترة يعني فترة نقول فترة قريبة، يعني لحين وجود حل نهائي. هذول الأطفال هسه احنا بالوقت الحاضر الجهات اللي مسؤولة على هذا الموضوع اللي هم الأسرة المجتمعية
خلوهم بعهدة ابن أخي محمد بقرار قاضي، وهذا هو قرار القاضي للتحفظ عليهم إلى حين وجود مكان آمن لهم. الوضع الحالي مثل هيش أطفال معرضين إلى المتاجرة بالبشر، معرضين إلى استغلال في الأعمال الإرهابية، استغلال في الأعمال اللا أخلاقية. فإذا ماكو مسؤولية من قبل القائمين على رعاية القاصرين ورعاية الأحداث والعوائل المنفلتة التي لا يمكن السيطرة عليها، مثل أبو هذا الأطفال الذين تركهم في الشارع منذ 3 أيام وهم في الشارع وهم في دار المتحفظ عليهم محمد صباح عبد. وهسه احنا بالوقت الحاضر يعني بس نريد نوصل رسالتنا للمجتمع انه هذه الظاهره متفشيه ويجب ان يوضع حل لها.